سلام خوتي اخواتي، معكم حلويات ام رمح. سمحوا لي عفاك بزاف حكايه الفيديو رانا لحقتو، ولكن ملي جيت نكتشف ما صطفيش الصوت. شحال من واحد قال لي راه ما فيهش الصوت. سمحوا لي بزاف، انا ان شاء الله غنعقب اللوحو لكم عاوتاني. انا عندي هنا البنات واحد الحلوه تبارك الله ديال البوخ، كتجي تبارك الله زوينه، كتجي تبارك الله رائعه. شوفوا تبارك الله راه كدوب في الفم. هي سميتو هاد الحلوه تبارك الله، كنا كنديروه في ايام زمان كانت تيصيبوها الامهات ديالنا. انا ان شاء الله نشرح لكم بواحد الطريقه سهله بسيطه، يعني اي منزل يعني تقدر تصيب هاد الحلوه. تبارك الله راه كتجي اقتصاديه وناجحه 100%. نبداو ان شاء الله على بركه الله. انا عندي ان شاء الله غنصيبو بهذا البوق، هذا البوق هو اللي عندي هي باش غنصيب هذه الحلوه. راه كنا من زمان كنت نقولوا لها حلوه ديال البوق. وعندي هنا البنات سكر كلاصي، عندي ربعه سكر كلاصي، راه كتشدي كتغرب لي باش ما يبقاو فيه جوج الحبيبات. ضروري كتغرب لي باش ملي كتعجني ما تيجي تبارك الله زوينه في الزبده. وعندي هنا نص كيلو تاع الزبده، انا قطعته قسمته حيت خدمت به حلوه اخرى وبقى لي هات النص. انا خديت ديال نص كيلو قسمته عني ربعه، ضروري ربعه 105 مهم ربعه البنات. وعندي هنا ربعه ديال سميتو ديال السكر كلاصي، راه ان شاء الله غنحاول ان شاء الله نديرهم مزيان. وعندي هنا ثلاثه البيضات، وعندي نكهه ديال الحامض باش تجيني فيها نكهه الحامض. وعندي كاس تاع الزيت، اي كاس عندكم البنات. وعندي هنا كيلو ونص تاع الطحين وجوج خمارات. اي كاس عندكم البنات اللي عندكم، انا هذا ما عبرتوش بالعنبه، هذا هو اللي كان عندي يعني صغير، هذا على العنبه راه ماشي ديال العنبه. المهم اي كاس عندكم راه غادي ديروا بهذا الحجم هذا. مهم راه ما كيهزش الكاس تاع العنبه، ما تعبروش البنات بالكاس ديال العنبه، راه تعبروا عاب كاس عادي ديال عندكم ديال اتاي، حيت الكاس ديال العنبه راه كبير على هذا. وبحال تقولي كاس ديال العنبه البنات بحال ما نعمروش، نوصلوا على نطلعوا شويه ونحبسوا. انتما البنات غندير دابا ثلاثه البيضات بعد ما دخلت الزبده مزيان في سميتو هذا في سكر كلاصي. نحاول مزيان نخدم هذه مزيان، حتى هي نحاول مزيان نخدمها باش تنسجم ليا البيض مع السكر كلاصي سميتو. انا خويت الزيت ان شاء الله. هانتوما ان شاء الله هاد الحلوه راه كتجي تبارك الله البنات رائعه. حاولوا مزيان قد ما معكتو الزبده والسكر كلاصي تبارك الله كتجيكم الحلوه تبارك الله طريه. خدموا السكر كلاصي مزيان وسميتو. انا غناخذ هاد لارون نكهه الحامض. هانتوما شوفوا راه كتلون، كتعطيها واحد اللون، حتى هي راه كتبدل ليها اللون، ما كتبقاش ديك العجينه ديالنا بيضاء. هانتوما شوفوا البنات كتولي صفراء، راه كتجي تبارك الله رائعه. عندي هنا الطحين، انا غندير الطحين على حسب الخليط، راه كاين اي طحين، كل واحد الطحين راه كاين اللي كيشرب البنات، كاين الطحين اللي كيشرب، كاين الطحين اللي ما كيشربش. المهم ضروري عبروا كيلونس وغتبداو تخدموا داكشي اللي شاط لكم راه كيبقى. ها هي هذه ديال البوق، راه ما كنديروهاش بحال هكا دايره، ما كنديروهاش قاصحه بزاف. هانتوما شوفوا البنات راه كتجي شويه رطيه، باش انا عندي هنا سوغيس، عندي الحمر وعندي الخضر، رانا قسمتهم على جوج باش ان شاء الله غادي نبدا ندير. وكندير فيها عن نص، ما كنديرش الحبيبات كاملين. انا عندي الفران درتو كيسخن، ها تبارك الله شوفوا العجينه كي دايره، يعني راه كتكون تبقى مطلوقه شويه. راه ملي كتبدا تخرجيها من البوق راه واخا كتلصق لك شويه في يدك ماشي مشكل، ولكن راه كتجي الحلوه تبارك الله طريه تبارك الله، وكتجي تبارك الله رائعه. انا غنوري لكم هنا جبت لكم اللاطه باش نوري لكم كيفاش غادي تخدموها، يعني اي واحد يقدر يحضر هاد الحلوه. هانتوما انا غندير بحال هكا، غادي نحاول نخرج من البوق ديالي الحلوه ديالي، وغادي ان شاء الله نتلاقى معكم فاش نوري لكم الشكل ديالها تبارك الله. شوفوا تبارك الله كي كتجي، راه ملي كتجي بحال هكا عاليه، ملي كتشدي ديك السوغيز راه كديري فيها وحيده. هانتوما شوفوا كتحاولوا توركي عليها وكتدخلها هي كتسرح، شتي كتهبط شويه ما كتبقاش بحال هكا عاليه، كتقولي لا عاليه غديري فيها لي ديك لي سوغيزه وكتهبطيها بحال هكا باش ديك لي سوغيزه باش ما طيحش. واخا طيب كتبقى لاصقه ما كطيحلكش نهائيا من الحلوه ديالك، كتجي تبارك الله رائعه، كتجي تبارك الله زوينه. انا عندي هنا انا كندير وحده حمراء وحده خضراء، وغنمشي بحال هكا حتى كنسالي اللاطه ديالي باش غيجوني بحال يجوني قد الخضر قد الحمر. راه تبارك الله البنات هاد لي سوغيز راه ما غاليش بزاف الثمن، يعني راه موجود متوفر. انا بالنسبه لنا رانا خديتو عاب 160 البواطه، يعني ماشي شي تكاليف غاليه بزاف ولا شي. هاد الحلوه البنات راه لك توقع تعقلوا عليها كانوا تيصيبوها الامهات ديالنا بهذوك البنانات، دوك البنات اللي تيكونوا البنان صفار بنان خضار بنان ديال هذوك، باش كنا كنصيبوا هاد الحلوه ديال البوق. انا اليوم ان شاء الله جبتها لكم، شوفوا تبارك الله. هانتوما انا كنديرها، هانتوما جبتها لكم ان شاء الله باش عرفتي تبارك الله راه هاد الحلوه راه كتجي رائعه، راه كيموتوا على الوليدات الصغيورين حيت كيعجبهم هاد الالوان، وكيعجبهم تبارك الله الوليدات شي ديال سميتو هادشي ديال لي فخوي وسميتو، راه كيعجب الوليدات يشوفوا عزيز عليهم الفانيد، عزيز عليهم التخربيق. داكشي باش قلت ان شاء الله نشاركها معكم في هاد العيد الاضحى، وقلت بالنسبه اقتصاديه. وتبارك الله دابا راه حيك مع هاد العيد الاضحى كنبقاو نخمو الحولي، كنبقاو اللهم ضروري كنفرحوا الوليدات، كنديروا معاه شي كاطو شي حاجه صغيره شي حاجه سهله ما فيهاش التكاليف بزاف.
وان شاء الله انا غنساليها وغادي نخشيها في الفرن. راه ضروري الفرن البنات كتخليوه حتى يكون سخون، عاده كتخشيو الحلوه ديالكم وكطيب تبارك الله على خاطرها، كطيب على خاطرها. مهم الفرارة تكون ناقص درجة الحرارة، يعني كتكون مسخنة عادي ملي انفوا كتخشي الحلوة راه كتنقصي عليه، كتخليه تيطيب على خاطرو. انا راه عندي غير الفران ديال الغاز، يعني راه اي واحد غادي يعرف الفران ديال الغاز كيفاش كيطيب الحلوة. تبارك الله راه كتجي تبارك الله رائعة. هانتوما ان شاء الله انا غنكمل هاد الحلوة كاملة، غنكملها باش غندير ليها سميتو وغادي ندخلها للفران ونتلاقى معكم ان شاء الله باش نوري لكم الشكل النهائي ديالها. راه كتجي تبارك الله رائعة البنات، والله الا راه كتجي كتجي هشيشه 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 فتيه، وهي كتبقى في هذا اللون تبارك الله راه كتسرح، ما كتبقاش كتبقى في هذا اللون ديالها، تيجي تبارك الله اللون ديالها ذهبي، كتجي تبارك الله زوين. وانا ان شاء الله غادي نساليها ونخشيها في الفران ونتلاقى معكم باش نوري لكم الشكل النهائي ديال هذه الحلوه ديال بمناسبه العيد الاضحى. البنات راه كتجي تبارك الله رائعه، كتجي زوينه، راه ما نقول لكمش، ويعني بسيطه، يعني اي واحد يصايبها فهاد العيد المبارك. انا ان شاء الله غادي نتلاقى معكم. ها انتم تبارك الله البنات، ها انتم ها الحلوه ديالنا، شوفوا تبارك الله كي كتجي، راه كتجي تبارك الله رائعه، كتجي ذهبيه، كتجي زوينه، كتجي فتيه، راه ما نقول لكمش، عرفتي خشيها كوليها، عرفتي ديريها فمك دوب دوب تبارك الله. شوفوا تبارك الله، يعني راه ساهله، ما فيهاش لا مقادير بزاف لا حتى شي حاجه، يعني كلشي متوفر عندنا في الدار. ديروا لي البنات جي بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش دائما ان شاء الله تعم الفائده، ودائما ان شاء الله نعطيكم الجديد. والناس الجداد اللي داخلين القناه ديروا لي ابوني، اللي كيتفرجوا فيا ديروا لي ابوني باش دائما ان شاء الله نحط لهم الجديد. وعواشر مبروكه والى اللقاء.